أول شيء الله يسعدكم كلكم، والله يبارك فيك الكل من كتب لي مبروك على 500,000. ثاني شيء قبل تشوفون الرياكشن بتلاقون رابط قناة سوبر موها اللي أنا نزل فيها فلوق كل يوم الساعة 5:30 تشوفون يومي كامل، فأبيكم كلكم تروحون تشوفون المقاطع وإذا عجبتكم تسوون لها اشتراك. Love you all guys، خليكم مع المقطع. إيش كان الحين إحنا ليش ندرس؟ أنت كل يوم تروحين للمدرسة، كل يوم تتعلمين شيء جديد. لما أنت تجتمعين مع واحدة من صديقاتك ويجوا يسألونك سؤال، صديقتك مو مهتمة بالدراسة وأنت مهتمة بالدراسة، مين اللي راح تكون ذكية؟ أكيد أنت، صح، لأنك أنت دارسة ومتعلمة. فخلي عندك حب التعلم وحب الدراسة لأنها تخليكي أحسن من غيرك كثير. خلونيكم شيء، شوفوا اخوان موها كم 499 و702. بابا قال له شوي عيال بتصير 500,000 اخو واخت. حدد دقيقه، انا بخرش. حدد دقيقه. لا يا اخي قلبي يوقف. حدد اول شيء قبل اشوف ال 500,000 حاب اشكركم كلكم، الكل من اعطى لايك وكل من اعطى سوى كومنت وكل من نشر المقطع، كل من حاول يطلع المقطع على شائع السعوديه، الله يسعدكم كلكم. وبالعكس هذا الرقم انا ما اعتبره ابدا رقم، هذا انا اعتبره عشان كذا انا مستانس، انا ما اعتبره رقم، اعتبركم اخوان لي. فانا يوم اشوف ال 500,000 انا ما اشوف 500,000 متابع، انا اشوف 500,000 اخو واخت. ما بسوي دقيقه، اصبر سوي يلا. لا صبر يا ابوي، 500,000 اخو واخت، انتم متخيلين؟ متخيلين؟ حدد واحد اثنين لا دقيقة حدد يلا خلاص روح يا ابوي ألف مبروك، تستاهلها والله. تستاهلها. ايش شعورك؟ قول لي ايش شعورك؟ ها؟ دقيقة خليني اسمع المسافة. الحين عندك خمس رقم. تأكد من الرقم. شيك. تعرف سعادة اللي كان أول شيء أب جاب ولد قسم بيت، لا الحين تخسي والله. أنتوا ما تفهمون علي الحين، أنا خلاص الحين أنا في سعادة مطلقة. قلبي 500,000 أخوة. ألف مبروك على 514 الحين. الله يسعد كل قلبي قاعد يرجف قسم بايت، لا الله يسعد كل من أعطى لايك، الله يسعد كل من أعطى كومنت، الله يسعد. أتوقع الفرحة اللي أنا فيها الحين أنتوا أكيد مستأنسين فيها، صح؟ مستأنسين زي أنا ما أدري إيش قاعد أقول. المهم الله يسعد كل من أعطى لايك، الله يسعد كل من نشر المقطع، كل أي أحد أخوان موها، الله يسعدكم من كل قلب تعال يا رب، يسعدكم كثر ما انا مسعود الحين، والله العظيم ابسطتوني واسعدتوني بكل شيء، والله وقفت معك بكومنتات السب، اي واحد يسبني تغلطون عليه، على طول تروحون تشدون عليه وتنشرت المقطع فزوني لايف، حطيت كومنت، قسم بالله هذا شيء مستانس انا فيه واجد، هذا شيء انت ما راح تفهمون ايش كثر انا مبسوط. يا اخي انا ورب القران وتسمعون دقات قلبي، والله العظيم اني انا قاعد انفض لسه المشوار تو بدايته، تعرف اللي فيني الصيحه وما سكها؟ ما ابيها فيا؟ قسم بيت الله اني مستانس والله. شكرا للفانزات اللي كلهم مسوين حمله انه وصلوا موها 500,000، وصلوا موها 500,000، وكل اللي قاعد يدعموني وشكرا لكم والله العظيم. هذا الشيء انا ما وصلت له الا بفضل الله وثم فضلكم، والله يسعد كل واحد نشر القناه حقتي، الله يسعدكم كلكم. هذا البث يا اخي انا مو قادر امسك نفسي والله العظيم. جوكر منور مضحك جعلني فدا، كل اعطى لايك وبار كلكم مشكورين. قاعد يدق والله 500,000 اخو اختي بوي، الشهر اللي تعبنا عليه. يلا يلا شوفكم ان شاء الله بمقطع جديد. لا تزعل اذا ما رديت على كومنتك في هذا المقطع او المقاطع الجايه، بس اتذكر اني انا قريته ودعيت لك من كل قلبي، الله يسعدك.